الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله. يقول الله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، ما من عمل يعمله الإنسان إلا والله جل وعلا يحصيه له ويجده يوم القيامة. قال الله جل وعلا: أحصاه الله ونسوه. وإن هناك ميزانًا يوم القيامة توزن به الأعمال. قال الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملًا. قال الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولذلك عباد الله، أنتم مدعوون إلى تثقيل موازين أعمالكم الصالحة حتى تكون النجاة يوم القيامة بعد رحمة الله رب العالمين. ألا وإن من أعظم ما يثقل ميزان العبد يوم القيامة هي كلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها خلق الله الخلق، وخلق السماوات والأرض، وخلق الجنة والنار، فلأجل هذه الكلمة قام كل شيء في هذا الوجود. ومعناها: لا معبود حق إلا الله. ولذلك أوصى نوح عليه السلام ابنه بهذه الكلمة، وبين له أن هذه الكلمة لو وضعت في كفة والسماوات والأرض في كفة لرجحت بهن كلمة لا إله إلا الله. ولذلك في حديث البطاقة، حينما ينشر للإنسان 99 سجلا فتأتي كلمة لا إله إلا الله فترجح بهذه السجلات وتطير كلها. ولا إله إلا الله قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. كذلك عباد الله، مما يثقل ميزان العبد يوم القيامة كثرة ذكر الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وامتدح الله جل وعلا المؤمنين بقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ولا يحقرن امرؤ ذكر الله عز وجل ولو كان شيئا يسيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تثقل لك الميزان يا عبد الله يوم القيامة. فكثرة ذكر الله عز وجل سبب كبير من أسباب تثقيل الميزان. وقد سهل الله جل وعلا ذكره على ألسنة العباد. قال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذلك عباد الله، الأذكار التي بعد الصلوات الخمس مما يثقل الله جل وعلا بها ميزان العبد يوم القيامة
وأيضا تقوى الله جل وعلا سبب من أسباب تثقيل الميزان يوم القيامة، وتقوى الله جل وعلا هي ألا يفقدك الله حيث أمرك وألا يجدك حيث نهاك. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفقني الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهداني وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن من الأعمال العظيمة التي تثقل بها الموازين هي حسن الخلق. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. فحسن الخلق درجة عظيمة ولها قيمة كبيرة في دين الله، ولذلك أمر الله جل وعلا أهل الإسلام بحسن الأخلاق. وكذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله جل وعلا ليتمم صالح الأخلاق، بل إن أصحاب الخلق الحسن أقرب الناس مجلسا يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وسلم. وحسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. حسن الخلق ينبغي أن يكون سلوكا لكل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلك أن حسن الخلق من دين الإسلام. يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم عباد الله، وبالنسبة لما يثقل الموازين، ما من عمل صالح إلا وهو يثقل موازين العبد يوم القيامة. أرأيت الصدقة وإن كانت قليلة ينميها الله ويربيها حتى تأتي مثل الجبل العظيم، فدرهم بسبعمائة درهم وكذلك عباد الله بقية الأعمال الصالحة. فلا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. واعلموا يا عباد الله أنه ما من عمل دقيقا كان أو جليلا، ظاهرا كان أو خفيا، إلا والله يعلمه ولا يفوته شيء سبحانه. وستجد ما عملت يوم القيامة ذاكرا كنت أم ناسيا. هذا، وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى، إذ أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم انصر به دينك وأعز به كلمتك، واجعله ردءًا وعونًا ونصرًا للإسلام والمسلمين. ووفق اللهم جميع حكام الإمارات لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم يا ربنا ويا خالقنا ويا مالكنا، يا من بيده الأمر كله، اللهم ارفع البلاء عن البشرية جمعاء. اللهم ارفع البلاء عن البشرية جمعاء. اللهم أزل هذه الجائحة عن المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا وعافنا واحمنا وحصنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.